سعود يسأل حول هذا الشهر المبارك، ما هي الأعمال التي توصي بها في هذا الشهر؟ هذا شهر حرام، هذه أول لياليه. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم مر معنا كثيرا: ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه السرد، والفرد رجب الذي بين رمضان بين شعبان وجمادة، كما قال صلى الله عليه وسلم يسمى رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه. لا يعلم هناك شيء مشروع بعينه، لكن الأشهر الحرم يزداد فيها تعظيم الحرمات، الصيام فيها حسن من حيث الجملة، الصيام فيها حسن، شعور المؤمن بأنه في شهر حرام يعظم فيه حرمات الله بأعظم، يقع في القلب نية صالحة للحج أو نية صالحة للأضحية إذا كان من ذوي القدرة. نعم. فالمهم يقع في القلب نية صالحة للعمل، العمل الصالح. وأكثر أهل العلم على أن الأيام الثلاثين، الليالي الثلاثين التي وعد الله جل وعلا فيها موسى بعدها بالميقات الزماني والمكاني، هي شهر ذي القعدة، ثم أتمها الله بعشر، هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. الله.